طلاب الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بخير. أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مراجعة على شابتر التنشن وشابتر الكومبريشن. هنبدأ بمراجعة شابتر التنشن، وهنستعرض النقط اللي كنا بنتكلم فيها، وهنربط الكلام ده بشكل عملي عن طريق فيديو بيبين ازاي بالظبط كنا بنعمل الاختبار ده أو التست ده. سريعا كده، كنا بنتكلم ان احنا عندنا ثلاث انواع ماتيريال، اللي هي الدكتايل ميتالز والسيمي دكتايل والبريتل ميتالز، اللي هي المعادن المطيله وشبه مطيله والقصفه. طيب، كنا بنحدد العينه بتاعتنا عندي يا اما عينات تبقى طويله لونج سبيسيمن، او عينه قصيره شورت سبيسيمن. العينه الطويله قلنا لو مساحه، لو عندي مساحه المقطع بتاع العينه دي دائري، كنا بنقول اللي بتساوي 10 دي اللي بتساوي 10 امثال القطر، لو عينه قصيره اللي بتساوي 5 دي. طيب، هنبدأ هنا نشوف مع بعض ازاي بيتم الاختبار ده، وازاي بترسم الستريس سترين كيرف او منحنى الاكاد الانفعال، او البي والدلتا ال المنحنى الحمل والاستطال. طيب، تعالى كده نشوف مع بعض. اول حاجه هنبتدي نشوف الماتيريال اللي ما فيهاش اللي فيها يلد بوينت، اللي هي المعادن المطيله اللي هي الدكتايل ميتال. هنا هنبتدي نشوف المكنه بتاعتنا هي بتتكون دي. العينه الاول، العينه بتاعتنا هيجيب لك هنا الاول يقول لك ده دي نود، لان هو قطر العينه، وال نود اللي هو الجيج لينس او طول القياس. تمام. هيبتدي ناخد العينه بتاعتنا ونبتدي ايه نحطها في المكنه. المكنه بتتكون من جزئين، جزء علوي متحرك وجزء سفلي ثابت زي ما احنا شايفين. نبتدي نثبت العينة بتاعتنا في الفكين بتوع المكنة، ونبتدي نربط على العينة بتاعتنا. تمام. ده ايه ده اللي بيثبته؟ دول عبارة عن سترين جيج، مقاييس انفعال بتتحط عشان تقيس الدلتا ال او التغير في القياس بتاعنا، تغير في طول القياس. هيبتدي يثبت واحد في الاول وواحد فين في اخر العينه تحت. طيب، بعد كده يبتدي هنا هيجي يبين لك الاستريس سترين كيرف. نبين هنا اهو بين الكيلو نيوتن، يعني البي او الحمل او الفورس، والدلتا ال بالملي متر. هتلاقي تحت هنا ظاهر لك اللود الحمل كيلو نيوتن، وهنا الدلتا ال. تمام. عايزين بقى نركز، نبتدي نشوف هو لما يبدأ يحمل ايه اللي هيحصل. هنبتدي نشوف، هو قالك هنا الفورس وهنا الالونجيشن اللي هي الاستطالة او الدلتا ال بتاعتنا. بدأ هنا التحميل، بدأ تحت اهو زي ما احنا شايفين، بدأ يترسم الخط المستقيم لحد ما هيوصل للأبر ييلد بوينت. هنشوف مع بعض دلوقتي، خليكم معانا برضه عينكم على العينه، نشوف ايه اللي بيحصل فيها وعلى الفورس والالونجيشن برضه اللي بيتم فيه. هنا بدا يظهر الابر ييلد بوينت. يبقى هنا ايه نقطه اليلد، ابر ييلد بوينت. هيتني بنكمل تحميل لحد ما يوصل للور ييلد بوينت. كمل، وبعد كده يبتدي يحصل ايه، يبتدي الحمل يزيد تاني لحد ما يوصل للماكسيمم لو. احنا لسه شغالين لحد دلوقتي في لور ييلد بوينت اهو. بدأ هنا اهو الحمل يزيد تاني، يبقى دي النقطة دي اللي هي اللور ييلد بوينت. طبعا السكيل بتاعنا بيتظبط كل ما الدلتا ال بتزيد. برضه معانا هنا نبص على العينة، واحنا بنبص على الستريس سترين كيرف هنلاقي عشان نبتدي لما تظهر النك معانا اللي هي الرقبة نبتدي ناخد بالنا، خلي بالنا ان الحمل عمال يزيد اهو، بس زيادة طبعا بالنسبة للزيادة اللي كانت بتحصل قبل كده قيمتها مش كبيرة، لحد ما نوصل للماكسيمم لود عشان يديه الماكسيمم تنسايل سترينث اللي هو اقصى اجهاد. اهو بدات تظهر النكوه، شاور لك عليها هنا اهو. ايوه بالظبط.
بدأت تظهر النت زي ما احنا شايفين. بعد كده بدأ الحمل يقل معانا لان العينة خلاص هتبتدي تتكسر او يحصل لها انفصال ولحق خلاص ظهر كده شكل الكسر العينة. شكل الكسر للمعاد المطيلة او الدكتاين ميتالز كان ايه؟ قب اند كنا ونفتكر بالظبط. خلاص شال السترين جيج هيبتدي ياخد الكم. هو هنا ده الستريس سترين كيرف بيقول لك دي الابر ييلد بوينت واللور ييلد بوينت، هيبتدي يظهر لك دلوقتي وبعد كده هيديك الماكسيمم تنسايل سترينس او الماكسيمم فورس. احنا قلنا دايما كلمة ستريس تعني فورس على اريا او كلمة اجهاد تعني حمل على مساحة مقطع. طبعا هو هنا بيرمز للستريس برمز ار، مفيش مشكلة احيانا بترمز له برمز ار، احيانا بترمز له برمز اس، احيانا بترمز له برمز اف، ما بتفرقش. المهم ان هي ان احنا فاهمين ان ده كلمة ستريس تعني فورس على اريا او اجهاد او كلمة اجهاد تعني حمل على مساحة مقطع. هنبتدي نطلع العينة بتاعتنا ونبتدي نشوف ايه اللي حصل. ده طبعا اهو هنا ده هنا القب هنا اهو والكون المخروط والكأس. هنبتدي نحط العينة التانية تحتها عشان نشوف فرق الأطوال من بعضها والإلونجيشن اللي حصل، الاستطالة اللي حصل هنا اهو. دي العينة بعد ما حصل لها فيلير اللي هي ال فيلير او ال فاينل اللي هو الطول الطول اللي حصل فيه كسر العينة، الطول النهائي بعد ما العينة اتكسرت بتاع. وهنا الطول الأصلي اللي هو ال نوت. طيب كنا بنستفيد ايه من الكلام ده؟ كنا بنستفيد من الكلام ده ان انا اطرح الاثنين من بعض، اطرح ال فيلير ناقص ال نوت بتساوي دلتا ال او الإلونجيشن اللي حصلت عندي اللي هي الاستطالة. تمام؟ طيب كنا بنستفيد ايه برضه مع الاستطالة؟ كنت بحسب السترين اللي هو الابسلون، لو تفتكروا معايا الابسلون كانت بتساوي الدلتا ال على ال. طيب كمان كنت عايز اعرف النسبة المئوية للاستطالة ليه؟ اللي هي الإلونجيشن بيرسنت ليه؟ علشان تحدد لي برضه كإشارة أو دليل على نوع الماتيريال اللي معايا، هل هي دكتايل؟ هل هي سيمي دكتايل؟ طيب بما إن كانت دي دكتايل ميتالز معادن مطيلة، كانت النسبة المئوية للاستطالة هتزيد عن كام؟ عن 15%. تمام؟ طيب هنا خلصنا المعادن المطيلة وطلعنا الستريس سترين كيرف أو البي والدلتا ال اهو اللي هو الحمل والاستطالة. هنبتدي نكمل مع بعض ونشوف لما يبقى عندي ماتيريال ما فيهاش ييلد بوينت اللي هي ايه بقى؟ اللي هي السيمي دكتايل ميتالز. تعالى كده نشوف مع بعض هيبتدي يحصل ايه. برضو هاخد العينات واثبتها او العينة بتاعتي اثبتها في المكنه بتاعتي وابتدي اشوف كيف معايا. احنا طبعا لازم نطلع كيف على طول. ايوه بدا يرسم هنا برضه كيف معانا، ولكن نبتدي ناخد بالنا انه ما حصلش ييلد. هيبتدي يحصل ايه هنا بقى؟ هيبتدي يحصل بروف ستريس او حمل ضمان او اجهاد ضمان. كنا بنقول ان ظروف ستريس او حمل اجهاد الضمان بيكون عند من بوينت 1 لبوينت 2 كنسبه مئويه من طول القياس من الجيج لينس. هنبتدي هنا اهو ظهر مظهر النك هنا مفيش. هو في الحقيقه ما بيظهرش نك في السيمي دكتايل ميتالز، هو بيكون اكاد الكسر بالظبط زي ما شفنا هنا، بيكون شكل الكسر في مستوى مائل بزاويه 45 درجه على اجهادات على مستوى الاجهادات اللي حاصله في العينه. يعني لو شفنا اللي هي مائل بزاويه 45 درجه. برضه هنا رسم لك الفورس والدلتا ال اللي هو الحمل والاستطاله او الالونجيشن اللي حصلت في السيمي دكتايل ميتالز. برضه هيبتدي يوضح لك البروف بيبتدي يتاخد ازاي. قال لك عن 0.2 مللي من طول القياس 2% من 100
الكل من طول القياس، وابتدي اخد خط موازي للخط المستقيم في الفورس ودلتا ال، في الكيرف بتاع الفورس ودلتا ال، ويبتدي يطلع يجيب قيمة البي بروف اللي هو حمل الضمان او اجهاد الضمان. ده اول حاجة عندنا. في فيديو تاني بيوضح بالظبط، عايز اوريه لكم برضو، اللي هو شكل بتاع الكلام ده على سيخ حديد تسليح، هنشوفه مع بعض حالا. ده هنا هو سيخ حديد تسليح اللي بنشوفه معانا هنا برضو محطوط او موجود في الماكينة بتاع اختبار الشكل، سيخ حديد بالظبط زي ما قلت. ده طبعا عشان الفيديو ده مهم، عشان انا باكد وبقول لك ان التنشن تيست او اختبار الشد بيتعمل في الواقع، واختبار مهم ولازم تكون متعلمه كويس وعارفه كويس. سيخ حديد بنختبره، هنشوف هيحقق الاستريس المطلوب اللي معمول عليه الديزاين ولا مش هيحقق بالظبط. هنبتدي نحط برضو السيخ بتاعنا في ماكينه اختبار الشد ونشوف هيحصل ايه. خليكوا برضو معايا. شوف برضو عايزين نشوف شكل الكث، بدأ يحصل اختبار او شكل الكث هنا، حصل شد وبقى شكل الكث برضو في مستوى مايل بزاوية 45 درجة على مستوى الإجهاد. واضح كده معانا؟ يبقى إذا اختبار الشد ده مهم، شابتر الشد مهم، لازم مفيش مهندس يتخرج إلا ما يكون عارفه كويس. طب هننتقل بقى للجزء التاني بعد كده اللي هو الكومبريشن تيست أو اختبار الضغط، برضه من الشبات المهمة، وهنشوف دلوقتي بنعملها على ماتيريالز ايه وايه برضو النتائج اللي بنوصل لها. هنكمل مع بعض اختبار الضغط او الستاتيك كومبريشن تيست. في الحقيقه اختبار الضغط او الكومبريشن تيست من الاختبارات المهمه وبتتعمل في الواقع. هي مهمه اكتر للمعادن، للمواد غير المعدنيه، الماتيريالز اللي هي غير المعدنيه زي الخرسانه، دايما بنعمله احنا في الخرسانه بما اننا في الكونستراكشن، فدايما بنعمل اختبار الضغط ده في الخرسانه. طبعا ممكن في الخشب وفي الستونز كمان، الحجاره لو عندي احجار ببني بيها او اعمل فعزه اشوف الاستريس بتاعتها في الكومبريشن شكلها عامل ازاي، ببتدي اعمل الاختبار ده. طب لما اعمل اختبار ايه اللي هستفيده؟ هستفيده ان انا تو ديترماين ذا ميكانيكال بروبرتيز انتر كومبريشن تيست، ان انا هحدد الخواص الميكانيكيه اللي احنا عارفينها وكنا بنتكلم عليها. طيب هل دي حاجه مهمه؟ طبعا حاجه مهمه، لازم اكون عارف اهميه اختبار الضغط ايه، لازم اكون عارف انا بعمله ليه. طيب نكمل مع بعض نشوف بقى سلوك المعادن تحت اختبار الضغط. ايه سلوك الماتيريالز؟ طب بالنسبه لعندي، لو انا بتكلم على معادن او مواد مطيله، احنا لسه بنقول دلوقتي احنا بنعمل اختبار ضغط اكتر في الخرسانه وفي الخشب، لكن انا لا، بنعمله في يعني في المعادن المطيله، بس مش بالصوره بتاع المعادن اللي هي بتاع الماتيريالز اللي هي الايه اللي هي زي الخرسانه والخشب والحاجات. طب بنعمله ليه؟ هقول لك بنعمله ليه. دلوقتي انا لما يبقى عندي مصمم مثلا فريم ستيل، الفريم ستيل ده بيتعرض في اجزاء منه عليها تنشن وفي اجزاء عليها كومبريشن. طيب تراس بيكون عليه في برضو ممبرز عليها تنشن صريح وفي ممبر عليها كومبريشن صريح. في الحقيقه احنا هو زي ما قلنا، واحنا زي ما انتم عارفين ان احنا اتكلمنا، ان قلنا دايما الحديد او المواد المعادن المواد المعدنيه عموما بتشيل شد اكتر، لكن في الضغط هي ما بت مش دورها، لان الكومبريشن او الضغط بيحتاج كروس سكشن اكبر عشان يتحمل اجهادات الضغط، عشان كده بنلجا ان احنا نستخدم الخرسانه. يقول لك الخرسانه دايما بتشيل ضغط والحديد بيشيل شد،
طب في اجزاء كده لازم اختبره اشوف هو هيحصل له ايه، ايه السلوك بتاعه لما يتعرض لاستريسز بتاعه ضغط. طب تعالى احنا خدنا عينه وحطيناها في ماكينه الاختبار وبدانا نحمل، هيبتدي يحصل ايه؟ هيبتدي يرسم لي ستريس ترين كيرف شبيه تقريبا بالستريس ترين كيرف بتاع التنشن زي ما احنا شايفين هنا اهو. ولكن مش هيحصل كسر. امال هيحصل ايه؟ هيبتدي يحصل انضغاط لحد ما العينه زي ما تقول تتعجن كده، لكن مش هتتكسر، مش هتتقطع. احنا كنا هنقول انها هتقطع، عشان كده الكيرف ده بيطلع فوق خلاص، انت ما امتحان خلاص هتبتدي تتبطل بقى خلاص. فانا بقول لك يمكن ان يظهر خضوع اللي هي اليلد في المعادن المطيله، ممكن يظهر خضوع. اجهادات الضغط بتتسبب هنا في زياده مساحه مقطع العينه بعكس التنشن، كنا بتقول بتقلل انها بتصغر مساحه مقطع العينه لحد ما تتكسر. البارت شيب اللي هو الشكل البرميلي كمان بيتكون، تاخد شكل البرميل اهو هنا في الارض العادي ياخد يتقوس كده ياخد شكل ايه؟ البرميل. تمام. طيب انا في المعادن بقى السيمي دكتايل ميتلز ايه اللي بيحصل؟ برضه بنلاقي تقريبا نفس شكل الستريس ترين او البي والدلتا ال الكيرف بتاعنا. ايه المميزات اللي عندنا؟ نفس المميزات اللي بتحصل في الشد. طب هي دي بتشيل شد وشد؟ ايوه ده شد وده ضغط، ده بيتضغط وده بيتشد، هي كلها نورمال فورسز. تمام. بيقول لك اليلد بوينت مي اكزيست، ممكن او لا، غالبا ما بتحصلش. تمام. الفراكشر والانهيار بيكون على السيتا هنا زاويه 45 بلس فاي على 2 بتساوي 50 درجه، يعني الكاتب بيكون على مستوى مائل بزاويه 50 درجه على المحور الافق. تمام. ومن هنا وبالتالي الحمام بيتكسر، ممكن يتكسر في العين شو مضيره، ممكن لو ضغطت عليها زياده شويه بتتكسر. طيب تمام. طب بالبريتل ميتالز المعادن القاصفه زي القاست ايون، قال لك والله هنا عندنا ان مستوى الكاس عندنا او الثيتا او زاويه الانهيار بتكون 45 بلس فاي على 2 اللي هي، والفاي على 2 بس اللي هي ان الثيتا هنا بتساوي من 55 ل 60 درجه. طيب عرفنا شكل الكاس وعرفنا بيحصل ازاي وعرفنا شكل الستريس ترين كيرف بتاعنا اللي هم تقريبا نفس الاشكال بتاع التنشن فيما عدا المعادن المطيله الدكتايل ميتالز، ان الكيرف ما بينزلش لتحت وبيتكسر ولكن بيكمل، دليل على ان العين ما بتتكسرش ولكن بتضغط او زي ما نقول بتتعجن اكتر، يعني نفس الشكل. طيب نفس الميكانيكال بروبرتيز، ولكن الميكانيزم بتاع الاختبار نفسه بيتغير من تنشن لكمبرشن. تمام. التو ستريس والتو سترين، احنا هنا بنقول السيجما تو اللي هو ايه التو ستريس او الاجهاد الحقيقي او الانفعال الحقيقي بتساوي، احنا قلنا دايما اي كلمه ستريس بتساوي حمل على مساحه مقطع او فورس على الارض. طب لو انا عايز الحقيقي يعني عايز مساحه المقطع الحقيقيه فبشوف البي اي اللي هي البي في لحظه معينه عند مساحه المقطع في نفس اللحظه. تمام. هي ده القانون بتاع. طب التو سترين بتساوي لين الاي اي على الاي نود، لو انا بقى بحسبها بالمساحات، لو انا بحسبها بالديامتر اللي هو القطر 2 لين دي اي على دي نود، هيحسوا دي اي او الاي اي هي مساحه مقطع العينه او قطر العينه في اللحظه اللي انا عايز احسب فيها السترين او الاستريس بتاعه. طب اشكال العينات بتكون شكلها ايه؟ عندي برضه نفس الكلام زي ما احنا كنا بنتكلم في التنشن، عندي عينات دائريه، عندي عينات مستطيله، عندي سكويرز بس من عينات مربع. طيب في حدود للقياس؟ طبعا. طب ليه انا ليه عندي حدود؟ انا لو طول العينه زاد هيؤدي لحدوث باكلينج، يعني انبعاج في الشكل زي ما انا شايف كده، يبقى مش هيبقى بيور كومبريشن، مش هيبقى ضغط بس، ممكن هتعرض لاجهادات تاني. طب انا عشان اتجنب الكلام ده في عندي العينات القياسيه الستاندرد تيست سبيسيمنز بتاعتي، لو انا عندي عايز اختبر الكلام ده على عينه طويله فال بتساوي من 8 ل 10 دي، كنا بنقول برضه في الشد ال بتساوي 10 دي، يبقى هي ايه
مفيش ايه اختلاف. طب في هنا بس عندنا الميديا مسبوس قال لك ال بتساوي 3 دي، وان انا عشان ادرس الكلام ده مظبوط لازم اكون واخد اشوف انا هدرس ايه بالظبط عشان احدد نوع العينه اللي انا عايزها. طيب بس لا، عندي عينات قصيره، عينات قصيره ايه اللي بتساوي 0.9 ل 1 دي، يعني احنا ممكن نقول العينه ان طولها قد عرضها زي المكعب. احنا كنا لما كنا بندرس في قبل كده كنا بنقول والله انا عندي مكعب الخرسانه مكعب قاسي 15 15 15 فطوله قد برضه اللي عندي لما بنشوف الاسطوانه بنشوف ايه برضو لها ابعاد قياسية. طيب كل واحدة من دول لها اهمية. العينة الطويلة اهميتها ايه؟ used for taking measurements during test، مهمة عشان اخد القياسات وقت العينة عشان اقيس الاسترين اللي بيحصل على الانفعال اللي حصل في العينة وقت اجراء الاختبار. طيب كويس. طب بالنسبة للعينات القصيرة يعني مكتوب ايه؟ used for knowing the maximum applied load and so to know the sigma max، عشان تبتدي تعرف اقصى اجهاد او اقصى حمل تعرضت له العينة ديت لحد ما تقصر. طيب العينات القصيرة اللي هي short specimens to know behavior of materials when fraction okay. تمام؟ طيب ازاي اتجنب الفراكشن؟ عن طريق التشحيح. تمام. تاني حاجة باي ديفايد تيست سبيسيمن، عن طريق ان انا اقسم العينة بتاعتي لتلات اجزاء واخد قرايات الجزء اللي في النص. تمام. تالت حاجة عندنا ان انا اخلي رأس المكنة بتاعتي يميل بزاوية لا تزيد عن 13 درجة. طيب هنا دي الرأس بتاعت مكنة الاختبار اللي هي فكين، وهنا قرص الجزء ده بيبقى متحرك والجزء ده بيبقى ثابت. وهنا العينة لازم السنتر لاين بتاع العينة يكون في السنتر لاين بتاع مكنة الاختبار بالظبط عشان يحصل بيور كومبريشن وما يحصليش اي ستريسز تانية على العينة. طيب عايزين برضو نطبق الكلام ده عشان نقدر نستفيد منه على فيديو بيوضح ازاي الاختبار بيتعمل وازاي شكل الكسر والكلام ده كله، هنشوفه حالا مع فيديو عملي. هنشوف هنا مع بعض ازاي اختبار الكومبريشن بيتعمل. ده هنا العينة بتاعتنا هنا هي عبارة عن مكعب خرسانة 15 15 15 سنتي، وده القرايات بتاعة اللود الأحمال لما ابتدي اشغل المكنة يبتدي المؤشر ده يتحرك فيديني قرايات. القرايات هنا متقسمة بالكيا دي بيديني قراية بالكيلو نيوتن. هو بيقول لك هنا ان الفرق بين الشرطين هنا عبارة عن 5 كيلو نيوتن. طبعا في ماكينات تانية متطورة ديجيتال عن كده ولكن دي موجودة برضو موجودة في السوق كتير في الفترة ديت. هو هنا بيقول لك والله لو جت هنا يبقى 400 كيلو نيوتن 200 مش عارف، هيبتدي هنا ايه يقفل الزيت بتاع المكنة ويبتدي عشان يبتدي ثابت العين. احنا طبعا عارفين المكنة فكين، واحد تحت ثابت واللي فوق متحرك، فيبتدي ينزل الفك اللي فوق ده على العينة بتاعي بالظبط كده. هيبتدي اهو على طول ينزل ويبتدي يربط المكنة. هيبتدي بعد كده يحمل، هيبتدي المؤشر بتاع اللود يتحرك. بدأ التحميل يزيد او بيزود التحميل 200 كيلو نيوتن، عدت داخله 250، بدأت اتكسرت العينة بتاعتي خلاص.
طبعا دي مواد قاصفة ليتل ماتيريالز، فخلاص القصف ما مش هيحصل لها لا شكل برميلي ولا اي حاجة. طيب نبتدي، هو هنا بيقرأ بيقول لك والله العينة بتاعتنا اتكسرت عند حوالي تقريبا كده اكتر من ايه. هو هنا الحمل بيرجع تاني ينزل زي ما انت بتشوف الكرة، ثبت رايته عن تقريبا 175 كيلو نيوتن. طيب فين السترين؟ فين الدلتا ال؟ ممكن هو هنا ما قاسهاش، هو هنا احنا طلعنا اقصى اجهاد. وانا اللي يهمني صراحة او حياة ان انا اطلع في المعادن القاصفة او في الخرسانة او في مقاعد الخرسانة، لان ده الاختبار الشائع عندنا في الكونستراكشن اللي بنعمله، ان انا اطلع اقصى حمل كام واحسب منه الماكسيمم ستريس، اقصى اجهاد هل هو هيشيله ولا مش هيشيله. يقول لك الخرسانة دي مثلا هتشيل ساقطة ولا ناجحة حسب الليمت بتاع الستريس بتاعنا. بس ده المطلوب. طب لو انا عايز اعرف الانفعال بحط زي ما عملنا في التنشن وشفناه من قبل كده، ان انا بحط سترين جيج ومقاييس انفعال او عداد او مقياس كده بيتثبت على العينه بيديني الانفعال، وبوصله برضه بالكمبيوتر وبيديني القرايات بتاعتي. هنكمل في السولفت اكزامبل للشابتر بتاع الكونفرشن تيست. اول مثال معانا، اول اكزامبل معانا، كالكوليت ذا توتال تشينج اوف لينس، احسب التغير الكلي في الطول، يعني الدلتا ال اوف بار ويز كوس سكشن اريا. يعني اول معلومه مديها لي ان مساحه المقطع بتاع البار ده بتاع السيخ ده 10 سنتيمتر سكوير و10 سنتيمتر مربع. تاني حاجه مديني المودولس اوف الاستيسيتي اي 1.05 في 10 6 كيلو جرام على السنتيمتر سكوير. طيب هو عايز توتال تشينج اوف لينس، يعني عايز دلتا ال. طيب السيخ ده ايه اللي فيه بالظبط، او ايه اللودز اللي واقع عليه؟ اهو هو هنا السيخ متقسم لتلات اجزاء، الجزء الاول 60 سنتي، والجزء الثاني 100 سنتي، والجزء الثالث 120 سنتي. ايه الفورسز بقى اللي واقع عليه؟ قال لك في هنا في 5000 كيلو جرام تنشن في اول السيخ، في اول الجزء الاول، في اول بارت 1. طيب في اخر بارتو في 8000 كومبريشن. طيب ال 8000 كومبريشن دول عاملين ايه على الجزء الاول وايه في الجزء الثاني؟ في منهم 5000 رايح عشان يوزن ال 5000 التنشن اساسا في الجزء الاول، ففاضل منهم 3000. طيب يبقى اذا الجزء الاول في السيخ دلوقتي معرض ل 5000 كيلو جرام كفورس تنشن، الجزء الثاني موجود في اوله 8 كومبريشن و2 كومبريشن. طب انا ابص بس على الاثنين؟ لا، ابص على باقي الاجزاء من السيخ ده، في كمان و1000 كيلو جرام كومبريشن. يعني في 8 داخلين كومبريشن، وفي 2000، وفي كمان 1000، يعني 3000. طب ما كده مفيش اتزان. لا، ما انت خلي بالك في 5 رايحين عشان يتزنوا مع الجزء الاول، في الجزء الاول اللي هو الايه؟ كومبريشن تنشن. يعني بمعنى صح ان الكومبريشن اللي فاضل 5000 8000 نطرح منهم 5 يبقى لي 3، يبقى الجزء الثاني معرض لضغط بكام؟ ب 3000 كيلو جرام. كويس، ال 3000 دول في منهم 1000 على الجزء الثالث و3 في الجزء الثاني، اللي هم ال 2000 اللي موجودين وال 1000 اللي جاي من الجزء الثالث، والجزء الاول عليه 5000 كيلو جرام تنشن، الجزء الثاني عليه ايه؟ 3000 كومبريشن، والجزء الثالث عليه ايه؟ عليه 1000 كومبريشن برضه. طب تعالى فوق البارت 1 للجزء الاول، في عندك اهو زي ما قلنا 5000 تنشن، دي عباره عن البي، وعندي ال 60 سم زي ما احنا شايفين اهو، تمام، وفي عندي الاي مودولس اوف الاستيسيتي، وعندي الاريا اللي هي الكروس سكشن، وانا عايز احسب الدلتا ال. سهل خالص، الدلتا ال القانون بتاعها معروف، بتساوي البي في ال على الاي في الاي. البي اللود عندنا كان كام؟ كان 5000.
طيب والال طول الجزء الاول ده كان قد ايه؟ قال لك 60 سم. تمام. طيب الاي مودرس اوف الاستستي 1.05 في 10 اصبع 6 10 اس 6. تمام. طيب الاي مساحه المقطع قال لك الكوس سكشن 10 سنتيمتر سكوير 10 سنتيمتر مربع. هنا هنطلع الدلتا ال 1، يبقى هنا هنحسب الدلتا ال 1 تطلع 0.0285 سنتيمتر. تمام. دي الدلتا ال. طب الجزء الثاني، الجزء الثاني قال لك معرض ل 3000 كيلو جرام كومبريشن. ازاي 3000؟ انا هنا كان 8 مش 3. لا، ما انت خلي بالك قلنا في 5 رايحين عشان يتزنوا مع الخمسة التنشن، هيبقى 3. ادي 3 داخلين هنا و3 جايين من بقية الاجزاء. ما هو ده ضغط كومبريشن، زي ما يكون حد واقف فوق حد، في ضغط واحد تحت وفي اتنين فوق، يبقى الاجمالي كام؟ 3. فعشان يتزن لازم يكونوا قد بعض، لازم يكون في اتزان هنا، عشان كده بنقول ايه؟ 3000 كيلو جرام. نفس الفكره اللي حصلت في الاول هتحصل هنا برضه. دلتا ال2 بتساوي بي في ال على اي في ايه؟ ادي البي، البي هنا كام؟ 3000، والال 100 سم، والاي 1.05 في 10 اس 6 في الاريا اللي هي 10 تديني ايه؟ الدلتا ال2. بس دلتا ال2 هنا ايه؟ كونتراكشن، انضغاط، مش الونجيشن. هنا كانت استطاله لان ده كان شد، هنا معرض لضغط فهيكون انضغاط، عشان كده حاطط اشاره ماينس زي ما احنا شايفين اهي. هنا ما حطش اشاره ماينس. تمام. هنيجي نشوف الجزء الثالث. الجزء الثالث معرض لايه؟ ل 1000 ضغط كومبريشن، يعني هيحصل فيه برضه انضغاط مش استطاله. طيب برضه نفس التعويض، عوض في 1000 وطول السيق 120 في مش عارف ايه وهكذا، ادتني ادي الايه؟ الدلتا ال 3. طيب الدلتا ال توتال هنعمل ايه؟ نجمع دلتا ال 1 زائد دلتا ال 2 زائد دلتا ال 3. دلتا ال 1 كانت نتيجه تنشن فهي استطاله فاشارتها موجب. طيب دلتا ال 2 كانت كونتراكشن انضغاط فاشارتها سالب، ودلتا ال 3 كان انضغاط برضه او في ضغط او الممبر بتاعه معرض لكومبريشن ف 0.114. هيحصل الاجمالي التوتال دلت التوتال تشينج اوف لينس اللي هو التغير الكلي في الطول ماينس 0.114 سنتي اللي هو هينضغط ب 0.114 سنتي، انها ستنكمش او تضغط او تتضغط بالمقدار ده. دي اول مساله. المسألة الثانية عندنا هنا بيقول لك based on the given data required to calculate the maximum، أول مطلوب عندنا يحسب الماكسيمم ستريسز. طيب الماكسيمم ستريسز هو أقصى إجهاد، قلنا كلمة ستريس تعني حمل على مساحة مقطع أو فورس على أريا، هي نفس المعنى. طيب يبقى الماكسيمم ستريسز بتساوي إيه؟ بتساوي البي على اريا. فين الاريا؟ هو هنا مديني الدايمتر بتاع العينه 15 سم. تمام. طيب والبي مديني، هو هنا البي ماكسيمم 50 كيلو نيوتن. طب ما بسيط خلاص سهله، يبقى السيجما ماكسيمم بتساوي البي ماكسيمم على الاريا ماكسيمم. طيب ادي البي ماكسيمم 250 اهو، هي معلش هي 250 مش 50، 250 كيلو نيوتن. طيب والاريا عندنا، عندنا باي باي في دي سكوير على 4، باي في 15 سكوير على 4 تديني 1.414 كيلو نيوتن على سنتيمتر سكوير. طيب ده اول مطلوب. برسنتج اوف كونتراكشن اللي هي نسبه الانضغاط، فاكرين لما كنا بنقول في الشد ال الانجيشن برسنت، هنا اللي هي نسبة الاسطرة، هنا برضه نسبة النسبة المئوية للانضغاط بتساوي ايه؟ ال نوت ناقص ال فاينل على ال نوت، واضحة في 100. طب قد ايه الكلام ده؟ هو قال لك الدلتا ال ماكسيمم يعني اقصى انضغاط كان 0.05 سم، يعني ال نوت ناقص ال فاينل اللي هي الدلتا ال اللي هي هنا، هنا كده اللي هي الدلتا ال اهي 0.05، وطول العينة اهو مديهولك كام؟ 25 سم، اقسم الاثنين على بعض 0.2% كبرسنت.
طيب يبقى دي ماشي. طيب هو بعد كده طالب المودرس اوف الاستيسيتي اللي هو معاير المرونه ومديك ان انا زودت النقطه دي عند ستريسز كام؟ 455 نيوتن بير سنتيمتر سكوير وكونتراكشن وانضغاط 0.075 اهو. طيب هو عايز يحسب المودرس اوف الاستيسيتي، المودرس اوف الاستيسيتي اللي هي الاي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه السيجما او الاستريس على الاسترين. تمام كويس. طب الاستريس هو مدهول، الاستريس واضح 455 تمام نيوتن على سنتيمتر سكوير. طب فاضل عندي ايه؟ فاضل عندي الاسترين الانفعال، هو مديني الدلتا ال. طيب اجيب الاسترين ازاي؟ الانفعال بيساوي او الاسترين بيساوي الدلتا ال على ال، وعند ال اللي هو طول العينه اللي موجود اللي هو 25 سم. طيب الدلتا ال عند النقطه دي او عند الاجهاد اللي هو طالبه ده كان بوينت او 075 اهو، نقسم بوينت او 075 على ال اللي هو طول العينه اللي هو 25 تطلع 3 في 10 اس ماينس 4 اس ماينس 4. اجيب الاي بقى اللي هي المده اوف الاستيسيتي اللي هو المطلوب، الاي بتساوي ال سيجما على الابسون اجهاد على الانفعال، ادي الاجهاد 455 كان معطى، وادي الانفعال انا حسبته من الدلتا ال اللي هو كان مديها لي على طول العينه الاصلي، يديني 1.5166 في 10 6 نيوتن على سنتيمتر سكوير. دي المساله الثانيه. طيب تعالى نشوف مساله بعد كده. هو هنا مديني الشكل ده تو ماتيريالز، مادتين مختلفتين، واحده ستيل واحده الموني، ومديني هنا الكروس سيكشن بتاع الستيل 5 في 5 سم، ومديني الكروس سيكشن بتاع الالومنيا 10 في 10 سنتيمتر سكوير او 10 في 10 سم اللي هي 100 سنتيمتر سكوير. طيب طول العينه او طول الممبر الاولاني 30 سم وطول الجزء الثاني 35 سم. هو هنا بيقول لك احسب لي اللود اللي تشيله العينه اللي يشيله التو ممبرز دول مع بعض، التو ممبرز دول فوق بعض، يعني الستيل محطوط فوق وتحته الالومنيا بمساحه مقطع اكبر. وكمان مديني الدلتا ال توتال، الدلتا ال توتال اللي هتحصل في انضغاط في الاثنين مش في واحده بس، في الستيل زائد الالومنيا. طب انا عايز اسال سؤال، هل الانضغاط اللي هيحصل في الستيل زي الكونتراكشن او الانضغاط اللي هيحصل في الالومنيا؟ لا. هنا مثلا سي هو بيقول لي هنا 0.25 ملم توتال اللي هي 0.025 سم، ممكن يحصل هنا 10 ويحصل هنا 15، ممكن يحصل هنا 8 ويحصل هنا 17، وارد لحد دلوقتي هنشوف الكلام ده يعمل ايه. طيب هو هنا مديني المودرس اوف الاستيستي الاي ستيل اللي هي معاير المونه بتاع الستيل 210 كيلو نيوتن على المليمتر سكوير، وبتاع الالومنيا 70 كيلو نيوتن على المليمتر سكوير. طيب عايزين نجيب السيجما الستريس بتساوي ايه؟ بتساوي الايه؟ الابسلون في الاي. طيب هنا البي على الايه؟ والاي بتساوي الدلتا ال الابسلون، هنا الاي هنا الابسلون، هي دي ابسلون مش مودرس دي ابسلون، تساوي الدلتا ال على ال ال. تمام معذرة ما فهمتش، هنا السيجما بتساوي الابسلون في الاي اللي هي الانفعال في المودرس اوف الاستيستي، اللي والسيجما هي عباره عن ايه؟ ناخد هنا نقول ان هي البي على ايه؟ السيجما اللي هي الاجهاد بتساوي البي اللي هو اللود على الاريا، اللي هي برضه بتساوي هنا الاي هي ما زالت موجوده الاي، والابسلون اللي هي عباره عن ايه؟ الدلتا ال على ال. تمام. طيب تعال نطلع ناخد الدلتا ال في اتجاه لوحدها ونساويها ونشوف هتساوي ايه. يبقى الدلتا ال بتساوي البي في ال على الاي في الاي، واضحه كده؟ يعني انا بطلع بودي الاي والال في الناحيه الثانيه عند البي والاي. طيب يبقى الدلتا ال توتال بتساوي دلتا ال ستيل زائد دلتا ال الامونيوم زي ما كنت بقول. طيب احنا عايزين بقى نبتدي نشوف الدلتا ال توتال بتساوي دلتا ال ستيل زائد دلتا ال الامونيوم. طيب الدلتا ال بتساوي ايه؟ بي في ال على الاي في الاي. طب ادي البي
وادي ال بتاع البيزا، المفروض الحمل اللي موجود على الستيل هو نفسه قيمته الحمل اللي موجود على الامونيا لان هو جاي عليهم هما الاثنين. تمام. طيب دلتا ال توتال بتساوي بي ال ستيل على الاي ستيل في الاي ستيل مودرنت فيلوسيتي في الكونستكشن ال زائد الحمل هو نفسه قيمه كرقم نفس القيمه في ال ال في طول الممبر الالومنيوم على المودرنت فيلوسيتي بتاعته في الكونستكشن اللي هي الاريا. طيب يبقى معنى كده انا ممكن اخد البي واجمع الاثنين ال ال بتاعت الستيل على الاي في الاي زائد ال ال بتاعت الالومنيا على الاي في الاي. طيب الدلتا ال توتال كانت معطى 0.25 بتساوي البي اللي انا بدور عليها في ال ال ستيل اهم 300 مللي، والمودرنت بلاستيستي بتاعت الستيل برضه معطى اهي كانت موجوده في اول المساله اهي فين هي اهي الاي ستيل 210 كيلو نيوتن على المليمتر سكوير ودي الالومنيوم 70. طيب اهو يبقى 210 في طيب الاريا قال لك 5 في 5 سم و50 مللي في 50 مللي وادي ال ال وادي ال ال بتاعت ال الستيل تمام على المودرنس اورسيس اللي هي 70 برضه معطى في 10 في 10 اللي هي 100 في 100 100 مللي في 100 مللي. ومن هنا اقدر اطلع البي اقسم على اصفي الكلام ده من بعضه واقسم على الرقم اللي جنب بي البوينت 0.25 على الرقم التصفيه بتاعت الكلام ده تديني البي 224.36 كيلو نيوتن. تمام. في مساله ثانيه عندنا مديني عملنا اختبار ضغط كومبريشن لعينه المساحه في مقطعها الاريا بتاعتها 10 سنتيمتر سكوير وطولها كان 20 سم. هنا بيديني اللود بكيلو نيوتن 0 2700 6750 وهكذا لحد ايه 27000 محصل الكسر. ومديني إيه الانضغاط اللي بيحصل 0 مش عارف 0.05 بالملي والكلام ده كله. وطالب يحسب ايه الميكانيكال بروبرتيز. المفروض اول حاجه احنا نرسمها الستريس سترين كيرف او اللود مع الدلتا ال البي دلتا ال الكيرف. هو في الحقيقه مش مرسوم هنا ولكن هو سهل ان نرسم زي ما كنا بنعمله في الشد. وطالب اول حاجه وطالب المطالب بتاعته واضحه. اول حاجه السيجما التيمت اللي هي اقصى اجهاد بتساوي ايه بقى؟ بتساوي البي التيمت على انه فين البي التيمت؟ فين اقصى حمل هنا؟ ما كنا بنطلعه في الشد هو نفس المسائل مفيش اي اختلاف. فين اقصى حمل؟ اهو 27000 كيلو جرام. طيب الاير نوت كام؟ هو مديها لي جاهزه 10 سم يبقى 27000 على 10 تديني 2700 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. واضحه بسيطه زي الشابتر اللي فات مفيش فيه اي مشكله. طيب المودرنس اوف ريزيلينس فاكرين كنا بنقول ايه؟ نص سيجما بروبورشنال ليميت في الابسلون بتاع البروبورشنال ليميت مساحه المساله نص القاعده في الارتفاع صح؟ ادي النص سيجما بروبورشنال ليميت سيجما بروبورشنال بتساوي ايه؟ بتساوي البي بروبورشنال على الاري. طب البي عند كام؟ في تناسب؟ كان في تناسب لو بصيت كده في الجدول المفروض خلاص الحاجات دي بقت معروفه، بصيت في الجدول كده هعرف التناسب واصل لحد فين. لو قسمت كل قيمتين على بعض هيديني نفس الرقم اول من لحد كام؟ 6750. اول ما عدي واحد تاني كاتب لك ايه؟ بروبوشن دي حد الايه؟ التناسب. طيب يبقى اقسم يبقى دي نص في 6750 على الاري عشان اطلع السيجما ايه؟ بروبوشن. في الابسلون بروبورشنال ليمت الانفعال عند حدود المرونه، الابسلون الانفعال بيساوي ايه؟ الدلتا ال على ال في حدود المرونه في حدود لحد الايه؟ المرونه. تعال ها ادي كان كام الدلتا ال؟ اهي 0.11 او 0.1375 على طول العينه، طول العينه الجيج لينس كان بتاعها كام؟ كان 20 سم اهو على 200، 200 ليه؟ حول من سنتي لملي. تطلع المودرنس اوف ريزيلينس 0.0232 كيلو جرام بسنتيمتر سكوير. طيب بعد كده طلب البروبورشنال ليميت ستريس هو لسه اهو البروبورشنال ليميت ستريس بتساوي بي الاستيك ليميت او الاستيك ليميت ستريس
حدود الاجهاد في حدود المونة. كلمة اجهاد تاني يبقى الحمل في حدود المونة على مساحة مقطع العين. الحمل في حدود المونة كام؟ اللي هي 6750، مساحة مقطع العينة كام؟ اللي هي 10، نفس الكلام اللي كنا بنتكلم فيه من شوية حالا. 675 كيلو جرام بير سنتيمتر سكوير. طب عايز احسب الايه؟ مودرس اوف الاستيسيتي. الايه بتساوي الايه؟ الاستريس على السترين في حدود المون. سيجما الاستيك ليميت على ابسلون الاستيك ليميت في حدود المون. طيب ما احنا لسه مطلعينها حالا اهي. سيجما الاستيك ليميت اللي هي دي اهي طالعه اهي 675 على الابسلون في الاستيك ليميت اللي هي الاجهاد في حدود المون. نفس الكلام 0.1375 اهو الدلتا ال اهي لحد حدود المونه على طول العينه. الكلاس بتاعنا اللي هو كان 200 تطلع كام؟ تطلع 981818.18 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. المودولاس اوف تافنس فاكرنا سيجما ييلد زائد سيجما ماكسيمم على 2 في ابسلون ماكسيمم اللي هي ايه؟ القاعده الاولى زائد القاعده الثانيه على 2 الاجهاد في حدود المون زائد اقصى اجهاد على 2 في اقصى انفعال. نفس الكلام بالظبط مودرس اوف تافنس هي نفس الكلام. المطلوب في الكومبريشن او احنا المطلوب هي الميكانيكال بروبرتيز اللي كنا بنطلعها في التنشن. بدل مكان هناك في الونجيشن في هنا كونتراكشن، هي بدل مكان هناك في استطاله في هنا انضغاط. طيب تعال نشوف مودرس اوف تافنس اهي. اتنين هو انا خليها لك نص يعني اطلع الاثنين بره يعني ادي النص ده عشان ما حدش يقول لي جاي منين. النص دي هو اكن ايه خليها لك طلع واحد على اثنين بره. طيب السيجما ييلد كام؟ اهي 6750 اللي هي البي ييلد اهي على الاريا ال 10 اللي هي الاريا اهي تمام. طيب زائد 27000 اللي هم اقصى اجهاد السيجما ماكسيموم ستريس اهو بتساوي ايه؟ بتساوي اقصى اجهاد على مساحه مقطع العين اللي هي برضه 10 في الابسون ماكسيمم اقصى انفعال. فالدلتا ال ماكسيمم على طول العين دلتا ال ماكسيمم كانت كام؟ 0.7 ملي على 200 اللي هي ايه؟ طول العينه اللي هو طول القياس بتساوي 5.9 كيلو جرام بسنتيمتر سكوير اللي هي 5.9 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ الكونتراكشن بيرسنت اللي هي النسبة المئوية للانضغاط اللي هي الالونجيشن اللي هي ما توازي في التنشن. الالونجيشن بيرسنت اللي كنا بنتكلم عليه النسبة المئوية للاستطالة بتساوي ايه؟ ال نود ناقص ال فاينل على ال فيلير على ال نود في 100. طيب ال نود ناقص ال فيلير ال فيلير كام؟ 0.0 او عايز تشوف العينه هم دي ايه؟ دي عباره اللي هي عباره عن ايه؟ اللي نوت ناقص ال فيليار اللي هي الدلتا ال على ال نوت اللي هي 200 يبقى 0.7 على بقت الكلام هنا 200 في 100 تديني 0.035% تمام. التيميت كومبريشن سترينث السيجما الت بتساوي ايه؟ البي ماكسيمم على الاريا نفس الكلام. ها البي اما الت كام؟ اللي هي 27000 اللود على الاي نوت اللي هي 10 تديني السيجما ماكسيمم 275 ميجا باسكال اللي هي كيلو نيوتن على سنتيمتر سكوير. طب برضه نفس الفكره كونتراكشن هو نفس ايه الكلام. هنا بيقول لك اكسبلين ذا فراكشر اشرح شكل الكاس. شكل الكاس بالنسبه لحاجه زي كده غالب بتساوي ايه؟ ان دي حاجه ايه؟ معدن ايه؟ شبه مطيل. فالكاس بتاعي بيبقى على الفاي بتساوي 45 السيتا بتساوي 45 زائد فاي على 2 اللي هي بتساوي 50 درجة.